احنا بنحبك، ما تنسيش تدوس لايك وتعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد وتفعل الجرس. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا دلوقتي يا أصحابي نازلين تحت المحيط، نازلين عند البيت اللي جاي الجميل قوي ده. بصوا البيت ده من صخور وعليه طحالب. البيت ده كان بتاع السمكة بؤبؤة، كانت أشهر سمكة في المحيط، مش عشان خاطر هي جميلة ولونها برتقاني، لا 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 لا، ده عشان خاطر هي أكتر سمكة عندها أخلاق في المحيط، وكانت دايما بتساعد الناس، كانت دايما بتصحى بدري وتاكل من الطحالب اللي موجودة جنب بيتها. ودي الطحالب اللي لونها أخضر دي، ودي بقى نباتات خضراء بتطلع في المحيط. بصوا السمك كتير ازاي وبيلف حوالين بعضه عامل زي الكرة. بس كده السمكة بؤبؤة كانت لونها برتقاني وعينيها زرقاء. هي راحت فين يا بؤبؤة؟ بؤبؤة ايه ده؟ بصوا معايا كده، اهي جت اهي. ها هتعملي ايه النهاردة؟ هي اول حاجة بتعملها ان هي بتاكل فطارها الاول، وهي طبعا بتتغذى على الطحالب اللي جنب بيتها. هي اكيد بالنسبة لها طعمها لذيذ. وبعد كده بتلعب الرياضة المفضلة بتاعتها. بصوا بترفع القوقعة فوق وتضربها وتجيب جون. وبعد كده قالت تمشي شوية في المحيط. وهي ماشية ايه ده ايه ده، قابلت السمكة صاحبتها نوسة. ازيك يا بابا؟ ازيك يا نوسة؟ ايه راحة فين؟ ابدا، زي كل يوم همشي في المحيط وهساعد الناس. طيب ربنا يوفقك، انت عايزة حاجة؟ لا شكرا، باي باي. وابتدت بؤبؤة تكمل طريقها عشان زي ما هي قالت هتساعد الناس. ايه ده ايه ده، ايه اللي تحت ده؟ بص معايا كده يا اصحابي. ايه ده مالك يا صغننه؟ ايه اللي حصل لك؟ معرفش والله يا بؤبؤة، انا فجأة كنت ماشية والحاجة دي وقعت عليا، حتى معرفش وقعت منين ومعرفش هي ايه. طب استني كده احاول. لا مش عارفة، مش عارفة اشيلها. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ان شاء الله هنلاقي حل. ايه ده، بصي الاتنين دول اقوياء شكلهم ضخام، لو سمحت لو سمحت. ايوه انت بتنادي علينا يا بؤبؤة؟ اه بنادي عليك، ممكن بس تساعدونا عشان في معانا مشكلة، الصغنن ده محبوس. اه ده محبوس فعلا. يلا يا رامبو بقى ده دورك. حاضر يا معلم. واحد اتنين اديني. اي خدمة يا بؤبؤة، اي خدمة. ايه ده اخيرا اخيرا انا اتحررت اخيرا. شكرا شكرا يا جماعة اوي، شكرا شكرا ان انتوا ساعدتونا، وان شاء الله هتلاقوا حد يساعدكم مادام انتوا بتساعدوا الناس. احنا تحت امرك، مع السلامة. استنوا استنوا خلوني امشي معاكم بدل ما حاجة تقع عليا تاني. وبعد ما الكل مشي بؤبؤة ما استريحتش، كانت عايزة تعرف الحاجات دي وقعت منين، والعلبة دي جت ازاي. فقالت تمشي واكيد هتعرف. فضلت ماشية في المحيط. الله الله ايه ده، دي لقيت علبة زيها تاني اكبر. ايه ده ايه ده ايه ده، كمان دي ازازة يا اصحابي، ازازة. ايه ده، ايه الحاجات اللي في المحيط دي؟ ايه ده، وكمان تفاحة متاكلة. لا كده الوضع ما يطمنش. وراحت بؤبؤة قالت الحاجات دي كده شكلها واقعة من فوق، وعشان الحاجات بتقع ورا بعضها في الاتجاه ده يبقى اكيد اللي بيوقعها ماشي في الاتجاه ده. انا هطلع اشوف في ايه، واكيد هلاقي الحل، واكيد هلاقي اللي بيعمل كده وبيلوث المحيط. انا همشي وهكمل وهشوف. ايه ده ايه ده ايه ده، صندوق ده مستمر ان هو يوقع الحاجة على المحيط. ايه ده، دي مركب.
يبقى هو اللي بيعمل كده. المركب دي هي اللي بتلوث المحيط. أنا لازم أنادي على كل سكان المحيط عشان مش هقدر أعمل حاجة لوحدي. وهنا خدت بؤبؤة قوقعة ونفخت فيها وطلعت صوت كبير جمع كل سكان المحيط. مالك يا بؤبؤة في حاجة؟ مالك يا بؤبؤة في حاجة يا بؤبؤة؟ مالك يا بؤبؤة؟ محتاجة أي مساعدة يا بؤبؤة؟ عارفين إيه اللي عرض حياة الصغنن ده للخطر وهيعرض حياتنا وحياة كل حد في المحيط للخطر؟ إيه اللي حصل؟ المركب دي هي اللي بتوقع الحاجات دي، وبس ما وقعتش كمان العلبة دي، وقعت علب تانية ووقعت حاجات تانية كمان، صناديق وإزاز وبقايا طعام. عشان كده مش لازم اسكت. هي دي أنا خايفة منها، خايفة أوي. ما تخافيش أنا مش هسيبك، ما تخافيش يا صغنن. استنى بس يا عم الشاعر، أنا محتاجة بس منكم تساعدوني إن احنا نجمع كل حاجة اترمت هنا في المكان ده. وفعلا جمعوا كل حاجة اترمت من المركب دي تحتيها، وقالت لهم بؤبؤة، أنا دلوقتي هطلع هكلم صاحب المركب دي إن اللي بيعمله ده غلط وما ينفعش، وإن هو بكده هيضرنا كلنا. ما تخافيش الموضوع هينتهي وكله هيخلص بسلام. يا رب يا رب يا بابا يا رب. اما نشوف بقى البيه. ايه ده البيه بيتنطع. انت يا عم الحاج، يا عم الحاج. ايوه انا، انت بتكلميني؟ اوعدتوني بتعكسيني. اصلا انا عندي مشكله ان كل الناس بتعكسني. اه ده يمكن عشان خاطر القميص المشجر اللي انت لابسه. ده انت شكلك كده بتتريقي عليا. لا ده انا حلو قوي واثق من نفسي. المهم انت عايزه ايه؟ ابدا، انت بتوقع علينا حاجات في المحيط، وللاسف كانت في سمكه هتموت بسببك، ودلوقتي انا جايه طالعه اطلب منك ان انت تبطل ترمي حاجات، ومحتاجين حبل عشان خاطر نلم لك كل الحاجات دي وتاخدها. بصي انا مش هكذب، انا عملت كده فعلا، لان اللي انا عملته ده غلط وهصلحه. لازم نعترف بغلطنا وما نكذبش ونصلح اللي احنا عملناه. وانا اسف جدا ان انا بهدلت لكم المحيط وما كنتش اقصد. وبالنسبه للحبل، انا عندي حبل طويل اهو. بصي الحبل ده انا هنزله لكم زي ما انت عايزه، وكمان حطي لي فيه كل حاجه، وانا مش هعمل كده تاني اوعدك. طيب يا جماعه، انا خلاص اتكلمت معاه واقنعته، هو صراحه راجل كويس ومش بيكذب، هو عايز يحل المشكله، لان تلوث المحيط مش في مصلحته ولا كمان من مصلحتنا، لان هو عارف ان الكذب مش حل. وادي الحبل نزل اهو، يلا بقى نربط له كل حاجه. وفعلا ربطوا كل حاجه نزلت في المحيط وهو سحبها، وبكده عاشوا في امان، ومفيش حد هينضر تاني طول ما احنا مش بنكذب على بعض وبنعترف بغلطنا ونصلحه، وهنعيش حياه سعيده. وتوتة توتة فرغت الحدوتة حلوة. هستناكوا تتفرجوا على الحدوتة المرة الجاية. باي.